أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الناس، نعيش معهم معاناتهم وآلامهم، نسمع لشكاويهم، نكون منبرا لحديثهم وأفكارهم. أحد الإخوة النازحين بعث لي بصورة على موقع الخاص في الفيسبوك الذي هو باسم مقداد الحميدان، بعث لي بصورة لابنته وهي تنام على الأرض. نشوف الصورة وياكم في بداية الحلقة، أو صورة لولده، لولد أو بنت، المهم هو طفل وهو ينام على الأرض في المخيمات في العراء، نازح، يقول بالله عليكم يرضى مسؤول عراقي ابن ينام على الأرض بالعراء حتى بدون فراش، يرضى ينام ابن مسؤول هذه النومة؟ طفل عراقي يعاني منذ صغره البؤس والحرمان والتهجير والدمار. بالله عليكم أي مسؤول عراقي، رجع الصورة خي شوفها، بل تتحرك ضمائرهم، بل تتحرك غيرتهم. بالله عليكم يرضى أحد من كل أرباب السلطة ومن كل أصحاب القرار، كل أصحاب القرار اليوم في هرم السلطة، من العبادي، من فؤاد معصوم، من أياد علاوي، النجيفي، المطلق، بهاء الأعرجي، الكل إلى أصغر موظف، يرضى بالله عليكم يرضى ابنه ينام هذه النومة؟ ليش ما نتحرك تحرك جدي، تحرك بغيرة، مو تحرك مصالح، ولا تحرك دعاية انتخابية، ولا تحرك أنا سويت وأنا قدمت وأنا وقفت، لا، تحرك بغيرة، تحرك بشرف، تحرك إنساني، تحرك من داخل صميم القلب، يتحرك على مود يرجع النازحين، على مود ينقذ فعلا هذه الأطفال، يعتبرهم أولاد اليوم نايمين بالعراء، يعتبرهم أولاد اليوم هم اللي نايمين هذه النومة. رجعها للصورة خي يشوفوها. المواطن قال شوفوا هذا حالنا، هاي صورة ابني. من اليوم من المسؤولين يرضى أن واحد من أولاده ينام هذه النومة؟ من اليوم من المسؤولين يرضى وضعه يصير بهذا الوضع؟ أرحمونا، شوفونا صورة حل. أنا اليوم كإعلامي من أطلع أتحدث ما أريد لا جزاء ولا شكورا من أي أحد، لكن أريد أن أوصل صوت هؤلاء المظلومين، هؤلاء الفقراء، هؤلاء المعدمين. ليش اليوم بالبغدادي وحديثة كيس الطحين بمليون دينار، كيس الطحين بمليون دينار وحديثة محاصرة من سنة وشوية، وبينما بعين الأسد، بقاعدة عين الأسد بالبغدادي، آلاف مئات من أكياس الطحين والتمن. اليوم أحدهم يبعث لي بصورة يقول لي والله العظيم رحت اشتريت الطحين والتمن، اشتريته من الجيش، من قاعدة عين الأسد، رحت اشتريت الطحين والتمن. زين، الحكومة ما أعرف هذا جيش لو تحول إلى وزارة تجارة، أعرف وزارة تابع ذولا، الجيش تابع لوزارة الدفاع لو تابع لوزارة التجارة، يعني خلي شوي فعلا يصير عندنا إحساس بالمسؤولية، يصير عندنا غيرة، نعمل من باب غيرتنا، من باب حبنا لوطننا، حبنا لأهلنا، من باب إحنا نتألم من داخلنا وفق
تعاليم أول شيء ديننا ووطنيتنا ومسؤوليتنا الإعلامية أن احنا لازم نتحدث اليوم. لكن للأسف الشديد اليوم إذا تتحدث بهذه الأمور للأسف الشديد يقول لك والله أنت قاعد تتحدث بأمور تمس بها الحكومة، وهذا ما حدث لأحد الإعلاميين كبار الإعلاميين. الدكتور نبيل جاسم اليوم هو عليه مذكرة اعتقال من قبل أحد النواب لأنه تكلم عليه. ليش؟ إذن ماكو، ما عندنا حرية إعلام وصحافة. فالمواطنين بعض الأحيان أنتم لا تعتبون علينا، أنتم ما تعرضون صور مؤلمة، ما تعرضون أحداث، ما توصلون صوتنا. إحنا إذا نحكي والله العظيم مذكرات اعتقال هالكثر علينا لأنه إحنا نطلع ونحكي وعلى مود إحنا نوصل صوتكم وصوت المظلومين وصوت المعدمين. فإذا إحنا المشكلة اليوم بالعراق كل الأوراق مختلطة، وزارة الدفاع، الجنود، الجيش، كيس الطحين بحديثة وبالبغدادي بمليون دينار هم قاعدين يبيعونه على المواطنين بيع بدل ما يعطوه إياه مجانا. ما أعرف هاي وزارة الدفاع لو تحولت على وزارة التجارة هذا الجندي صار تنسيبه. إذا الأوراق كلها اليوم مختلطة. لكن هذا الطفل الذي عرض صورته، نتمنى أن تصل صورته إلى 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 كل في الهرم الحكومي اليوم. أترضون أن أحد أبنائكم يبقى بهذا الحال؟ إذن لازم تسعون وشوفون صورة حل لما يعانيه أو ما تعانيه الأسر النازحة اليوم. مع الناس منكم وإليكم ننتظر اتصالاتكم، وأنا أعتذر جدا عن هذه المقدمة المؤلمة، لكن والله إحنا قلبنا يحترق عندما تشوف ناس أهل خير وناس أهل طيبة وأهلك وعشائرك وناسك يكون هذا وضعهم معدمين بالمخيمات. لكن والأدهى والأمر يوميا محترق مخيم ومخيمين. هذا ما حدث أيضا البارحة، ماتت طفلتين وامرأة بسبب تماس كهربائي واخترقت ثلاث خيم وماتت طفلتين توفن وامرأة. لكن سنكمل الحديث عن هذا الموضوع وننتظر اتصالاتكم وآراءكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم على الشاشة. مع الناس منكم وإليكم، فاصل ومن ثم نعود إليكم. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم. عقد اليوم في صلاح الدين مؤتمر عشائري للمصالحة بين العشائر في مناطق البحسان والحاتمية ويثرب، كما أكد ذلك الأستاذ أحمد عبد الجبار الكريم رئيس مجلس محافظة، والذي حضر الاجتماع مع السيد أحمد ناظم العزاوي عضو مجلس محافظة صلاح الدين. ينضم معنا الآن هاتفيا للحديث عن هذا الموضوع المهندس أحمد ناظم العزاوي عضو مجلس محافظة صلاح الدين. أستاذ أحمد مرحبا بك. حياك الله أخي العزيز وحيا الله قناة سامرة. أستاذ أحمد، بداية ما هي النتائج التي خرجتم بها في هذا المؤتمر؟ ويقال أن هناك مؤتمر أيضا يوم غد في محافظة في بغداد أيضا لنفس العشائر، ما هي النتائج؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة المؤتمر يعني مجلس تحضير يعني منذ فترة بعيدة. في البداية كان هناك يعني تزمت وكذا، ولكن الآن طابت النفوس وطابت الخواطر، والمقاومة الإسلامية حصائد أهل الحرب هي يعني الراعية لهذا الموضوع، وهي التي ذهبت إلى العشائر والتقت بها واخذت طلباتها. واليوم كان اللقاء الاول وجرى في بغداد، وكان هذا اللقاء الاول الذي يجمع بين العشائر يعني الفرقاء عشائر ناحيه يثرب بكل اطيافها. جرى طرح الطلبات لكل عشيره، وهذه العشائر كانت همها يعني طلباتها تقتصر على محورين. المحور الأول هو محور التعويضات للشهداء والجرحى الذين سقطوا أثناء مقاتلتهم لداعش. نعم. المحور الثاني هو محور التحولات الأمنية المستقبلية
التي تضمن عدم عودة داعش أو أي تنظيم إرهابي إلى ناحية يثرب. طيب حقيقة نعم نعم تفضل أستاذ أكمل تفضل. المؤتمر يعني كان ناجح جدا، ويوم غد طبعا موضوع التعويضات الحكومة المركزية وتحديدا الأستاذ طالح الفياض مستشار الأمن الوطني والمشرف على الحشد الشعبي استحصل موافقة دولة رئيس الوزراء على أن تقوم الدولة الحكومة بدفع تعويضات لذوي الشهداء والجرحى، و يعني تم تحديد مبلغ 25 مليون لكل شهيد ابتداء تدفع من قبل الحكومة. نعم. يوم غد سيكون هناك اجتماع برعاية السيد صالح الفياض وفي مقره يجمع هذه العشائر التي اجتمعت اليوم وبحضور الحكومة المحلية متمثلة بمجلس المحافظة. هذا المؤتمر سيتم على آلية الاتفاق على آلية دفع هذه المطالب للمواطنين واعتماد قنوات رسمية وتشكيل لجان لهذا الغرض. بعد هذا وفي يعني يوم غد سيتم تحديد مؤتمر المصالحة العلني الذي سوف يعقد في محافظة صلاح الدين وتحديدا في قضاء تامراء أو في قضاء بلد، وهذا المؤتمر سيكون علني وسيبث على كل الفضائيات، وفي هذا المؤتمر سيتم إعلان مصالحة عشائر ناحية يثرب وتحديد يوم العودة إلى الناحية إن شاء الله. طبعا يعني رتم الأمور الآن يجري بشكل سريع، اليوم كان لدينا اجتماع، يوم غد اجتماع، هذا المؤتمر قطعا سيكون في هذا الأسبوع على ما أعتقد. يعني الآن هذه المؤتمرات ستأتي تباعا، يعني كم الفترة الزمنية تقريبا لكل هذه المؤتمرات وللمصالحة لكي يعود العوائل النازحة؟ كم بتقديرك؟ أستاذ مقدار يوم غد سيكون هناك اجتماع، هذا الاجتماع الثاني، ويبقى فقط المؤتمر، يوم واحد هو المؤتمر، أعتقد يعني أن المؤتمر وقت قريب جدا ممكن قبل الأسبوع راح يكون المؤتمر العام الذي سيجري في صلاح الدين. وبعدها ستعود العوائل، طبعا آلية عودة العوائل أيضا يعني سيتم تأمين منافذ إعادة العوائل وسنأخذ على عاتقنا نحن كحكومة محلية تجميع العوائل في نقاط يعني محددة في بغداد ونقلهم إلى ناحية يثرب وإدخالهم وتأمين الطرق وكل هذه الترتيبات، ولكن أنا أبشر أهلي في يثرب أن المصالحة يعني اليوم الاجتماع كان إيجابيا جدا، ويوم غد إن شاء الله الخطوة الثانية وتبقى الخطوة الأخرى. الخطوة الأخرى بالمناسبة يعني هي فقط خطوة يعني إعلامية ستكون إنه إعلام الاتفاق جرى الآن، حصل الاتفاق بين العشائر. نعم. ولكن مؤتمر المصالحة حتى يأخذ بعده الإعلام الصحيح سيكون هناك مؤتمر في سامراء أو في بلد يتم إعلام المصالحة دي، وإن شاء الله في وقت قريب أعتقد هذا الأسبوع راح يتم كل الإجراءات. طيب هل من ضمن الآليات أو من ضمن الطروحات التي طرحت هل موضوع الحشد الشعبي أن يكون أيضا من أبناء المنطقة؟ هل تسعى أيضا أنت شخصيا أو قدمت أسماء لجعلهم في الحشد الشعبي من أبناء المناطق المحررة؟ نعم يعني نتكلم بأمانة وبشفافية ونعطي للناس حقوقها. حقيقة نحن طلبنا أن يكون هناك حشد من أبناء يثرب العائدين. نعم. وعطاء أهل الحق يعني أيدوا الفكرة وقالوا نحن سنكون داعمين في هيئة الحشد الشعبي على أن يكون لديكم حشد من منطقتكم حتى يمسك الأرض. نعم جميل. الأستاذ المهندس أحمد ناظم العزاوي عضو مجلس محافظة صلاح الدين، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. شكرا أستاذ أحمد. طبعا أستاذ أحمد عن هذا المؤتمر تحدث بوضوح وبشفافية وبتوضيح كامل عن هذا المؤتمر، لكن الآن ننتظر آراء المشاهدين وننتظر اتصالاتكم. معنا اتصال. نعم تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الو تفضل انت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام. وياك احمد صلاح الدين. تفضل ابو شهاب كل الهلا. شلونك عيني؟ الله يبارك بيك تفضل. عيني احنا من يثرب. Thank you.
نعم فصل الاتصال. أتمنى اللي يتصل قبل لا تدخلوا الاتصال يسمعني من التليفون، يترك التلفزيون، يبتعد عن التلفزيون على مدى أفتين من عنده لمدة دقيقة أو دقيقتين لكل متصل، يتصل يبين وجهة نظره وسريعا لأنه المخرج يقولك زحمة على الاتصالات فسريعا. تفضل اتصال. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا أبو علي الحشماوي. أبو علي تفضل كل الهلا. أنا نشكر الأستاذ أحمد ناظم على المبادرة الجديدة وعلى الوقت ماله، يعني جدا نشكره ممنونين منه والله وما نقدر أستاذنا العزيز. نعم. واحنا ان شاء الله بس نريد اوصلكم مريض انا اعطيكم مريض انا موطنة اروح اصور صورة بحيث اشتغل بحيث ما راضي بس انا واحد اصور يعني جد الله العظيم لا راضي لا راضي جامع لا راضي شيء يعني بس اريد انا اصور شوف يعني لا احنا الان ان شاء الله باذن الله باقرب وقت قناه سامراء تروح تصور وانتم ان شاء الله تكونون هناك راجعين ونجي نطلع مع الناس من يثرب ان شاء الله. بارك الله فيك. والله احنا بس نريد قناه نوصل على الصور لا تشوف هذا على الظلم اللي ضد حشمه. نعم. البنوك اللي وضعت والجرائم اللي وضعت والمحلات اللي وضعت والسيارات اللي وضعت والبصر والتجار. نعم. حتى التجار حتى تكرم اسلام 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 كلهم كسروا يعني ما خلاص والله العظيم ظلم والله العظيم ظلم 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 من الحرب كلها راحت اطفال ماتت وشباب ماتت ما بيقدر يتحمل يعني احنا نريد امر وجه مريض تيرتهم يعني انت ان شاء الله اللي عندك ولا يخاف منه هذا المقصد صعب ما راجع يمنعك فيه فتقرا من وراء صفكم صح. شكرا ابو علي شكرا. اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام. علاء من يثرب. تفضل علاء تفضل. انا بس بخصوص يثرب احنا نريد الفتره المحدده شوكت يعني الرجوع مالتنا يعني تحديد زمن يعني محدود شوكت انت سمعت علاء ويوم مباشر وعقب مباشر علاء نعرف يعني تحديد شوكت. علاء انت سمعت شنو قال الاستاذ احمد؟ ها علاء سمعت انا سمعنا ايش قال بس اريد نعرف ايش وقت بالضبط يعني مو يوميه باكر يوميه عقب باكر يوميه مؤتمر يوميه مصالحه يعني واحنا عندنا اصحاب عوائل الموضوع 30 مات 30 على راس المي احنا لو مات احد بهالفتره خلال اقل من اسبوع تموت كلماتك صح صح. الان انا بعد ناخذ اتصال اخر ونوضح هذه وجهه نظر علاء. اتصال اخر. شكرا علاء. السلام عليكم. عليكم السلام. ابو منتظر ابو جاك بن صلاح الدين. ابو منتظر. ابو منتظر كل الهلا تفضل. الله يبارك فيك يا اخي ويحفظك ويرضى عليك. يبارك فيك. احنا عشائر ألب حشمة لدينا شيوخ رسميين. نعم. ولدينا شيوخ واحنا لدينا شيوخ لهم ثقلهم في ناحية يثرب. نعم. من أتى داعشنا ناحية يثرب لا حول ولا قوة حكموا يعني السيطرة وإحنا لا حول ولا قوة بس لهم وجود إلى كان مؤتمر يصير في الحاكمية أو في البحسان عمامنا نحن والبحسان سنة بالله يا شيخ. نعم. إحنا وياهم بيت واحد سنة بيت واحد أقسم بالله يعني إحنا وياهم من الحجاج وخواننا ومودة بيناتنا عروف يعني هو الشيعي والسني بس احنا وياهم يبعد 50 متر هو احنا وياهم يعني شلون من احد وعمام وقرايب ومحجاج بس احنا لدينا وجهاء ومختاريه لهم ثقل في ناحيه يثرب اذا كان مؤتمر الاستاذ تفضل هناك اليوم عقد مؤتمر موجودون الان في السليمانيه ما ذهب احد منهم ينفذنا في الصحيحان او في الحاكميه او في بلد لهم تقول في المنطقة وإحنا ناحية يثرب متوجهين مع شيوخنا الكبار شيوخنا الكبار لو أخي العزيز من أتى داعش تدوا الطرقات علينا قطعوا الطرقات الشيوخ رادوا بس مسد على موت
نحط السلاح من 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 اللواء او من الشرطه على مود نقاوم داعش. هم قطعه وقطعه بدأوا يعني استهدفوا المنطقه بالقصف، يعني ما اعطوا مجال لشيوخ العشائر وللوجهاء ان يتحكموا يقصدون من داعش. داعش دخلوا في ناحيه 30 واحد شيخي العزيز، 30 واحد يعني دخلوا في ناحيه يدرب. شيوخ العشائر ما فتح مجال من قبل الحكومه، فالحكومه العراقيه ضيقت عليهم الطرقات، سد الطريق منا، قطع الطريق منا، قطع الطريق من بلد. فناحيه يدرب حصرت، يعني ما عندنا فتك لدى يجينا سلاح او يجينا امداد على مود نقاتلهم ونطردهم من الناحيه. هم ما قدروا 30 واحد، بلشوا عشيره كامله. واحنا حتى احنا والحسان احنا واحنا وياهم حمام، واحنا وياهم يعني من حجاج. بس يعني انت من دخل حد الشعب للمنطقه ليش هيك تسوي او بعد المنطقه او بلش انت انا وياك عشيره وحده والشيخ قطر الفواتح مالتنا وبعد عن الجود ونروح عليهم شيخي العزيز. واحنا وياهم اي خبط والله يا شيخي. طيب انا حاجيك نعم. يعني مو يعني تقول كبير بس انا مواليد 85 بس نعم. يعني والله يا شيخي احنا وياهم من حجاز واحنا نعم. وياهم عشيره وحده. وصلت ابو منتظر، وصلت الفكره ابو منتظر. شكرا شكرا ابو منتظر. اتصال اخر طبعا انقطع الاتصال. طيب معاي اتصال، تفضل. قطع الاتصال يقول طبعا ما تحدث به الأستاذ أحمد ناظم بصراحة. كان هناك تزمت من قبل بعض العشائر بخصوص موضوع يثرب، لكن قبل أن أتحدث عن ما قال الأستاذ أحمد ناظم العزاوي أنا أريد أن أشوفكم للمشاهدين حال أهالي يثرب في مخيم عربة للنازحين في سليمانية، حيث نشوف من الآن مقطع الفيديو، لكن أشرح لكم قبل أن نشوف المقطع. حيث أن بسبب تماس كهربائي أو يعني خيمة وضيقة وطبخ بالخيمة فحدث حريق، احترقت ثلاث خيم، نحكي بالعامية ثلاث خيم احترقت. أثر هذا الحادث أو هذا العمل هو وفاة طفلتين وامرأة، وفاة طفلتين وامرأة من النازحين. هذول برقبة منو؟ خلينا نشوف الفيديو. شنو سبب هذا الحريق؟ سبب هذا الحريق لقلة المطابخ ولقلة المال ولقلة البشر، الازدحام المزدحم بالخيم وخيمة الحصن ما مطين مجالات واسعة، ما مطين أماكن للمطابخ حتى يطبخون فيها. هذا الرجل ما عنده مطبخ مقدار ب 25 ألف أن يشتري ويسوي، هذا حتى يرضون أهل البرلمان يرضون السياسيين. هذا حال البشر، يموت بالنار، بس الله يحرق بالنار. فنرجو أن توصل هذه الرسالة إلى السياسيين الذين لا يخافون من الله سبحانه وتعالى،
مناطق محررة، ليش ما يرجعون أهلها إلها؟ من أدمن يخافون؟ ما نعلم. هذا حصرية وصلتنا يوم أمس من مخيم عربة للنازحين، وحال النازحين أثر احتراق ثلاث خيم بسبب قلة المطابخ، قلة الوقود، قلة يعني الوضع مزدحم، إضافة إلى حرارة الجو، إضافة إلى أنها خيمة، إضافة إلى أن الجو حار، إضافة إلى أنها بالعراء، يعني مصيبة من كل الجهات. فحدث حريق. ناخذ اتصال. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وياكم كمان من ناحية شيطرة. حياك الله، تفضلي. شيخي يعني على مود الرجوع ناحية يثرب. نعم. على مود الرجوع مال ناحية يثرب يعني اكو امل ماكو امل، يعني حتى صبر ما ضل يعني. ريدنا الله من عندكم، وهذا شهر رمضان ترجعونا باسرع وقت، بس هذا اللي نريده من عندكم، لان نهينا يعني حتى صبر ما ضل عندنا. يعني نريدكم من الله تعاونونا وترجعونا لبيوتنا، كل شيء الراح فدوة، كلها فدوة لكم، بس انتم طيبين، بس نريد نرجع، بس هذا اللي نريده من الله ومن عندكم ان شاء الله. شكرا، شكرا اختي. اتصال اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ شلونك؟ الله يبارك فيك، تفضلي. طبعا احنا نشكرك على هذا البرنامج. صوت بس. انا من ناحيه يثرب اريد اقول. نعم. استاذ احمد الناظم يعني قال على مود الرجعه، والله نعم. مله العالم يوميه باكر، يوميه باكر، يعني ما يصير. نعم. هو ما يخالف احنا نعرف نعرف اذا نرجع كل شيء ما راح نلقى، يعني لا بيوت لا اراضي، كل هذا ما يخالف. عمي ناخذ الخيمه اللي قاعدين بها والروس هناك، يا ابنها بدنا نشبع مي، هنا ما شبعانين مي. الان انا ساتحدث عن ما قال الاستاذ احمد ناظم بالتفصيل عن هذا المؤتمر العشائري، لكن سننتقل الى فاصل ومن ثم. شكرا للاخت المتصله، شكرا لك اختي. احبتي الكرام، مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس، فاصل ومن ثم نعود اليكم. حتى ذا الناس قايمين بواجبنا هنا، دا نحس بنفسنا غربة، خلي يحسون بينا. يعني إلى متى؟ إلى متى هالذلة هاي؟ إلى متى هالذلة هاي؟ مرة أخرى أحبتي الكرام، مرحبا بكم، مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس. طبعا راح نشاهد صور من يثرب، لكن قبل أن نشاهد هذه الصور ناخذ اتصال. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أستاذ مقدام؟ الله يبارك بيك. وياك أحمد من ناحية يثرب. تفضل أبو شاب، كل الهلا. أستاذ الله يحفظك. تقريبا صحيح، يعني المساله مسموع على مسمع ومنظر العالم كله. نعم. صار تقريبا بس سبع اشهر ثمان اشهر من تحرر ساعه يثرب.
نعم. العائق الأول والأخير كل أستاذ المسؤولين كل من نتصل به ونقول له يقول والله صارت مسألة عشائرية. نعم. نروح للمسألة العشائرية نريد نبعدين مسألة وين العشائر المجاورة لنا ويا أبناء عمومتنا ويقول لا والله الشغلة بيد صارت بيد الحزب الشعبي. فضاع أريد أي مسؤول نروح عليه ونقول له لا يوجد أي مسؤول الآن بالعراق وأتحدى مسؤول يقول الحل والربط بيدي لأنه والله ملت روحنا يعني الساعة رمضان على الأبواب وانت شوف حال الناس دحين في المخيمات الجو حار الجو نعم. حار والناس الناس ملت روحها من 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 من, 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 من الملل ومن الجوع والمي ماكو يعني إلى متى إلى متى يعني حالنا إلى متى يعني عراقيين لو عراقيين طيب مو عراقي ولكن يقولوا كمسلم أنا مسلم المسلم أخ المسلم زين هل هلتم بالمروة يعني السياسيين هل هلتم بالمروة العشائر المجاورة هل هلتم بالمروة يعني الوضع والله والله مأساوي إلى أبعد الحدود وأنا أخوك ترى إمام وخطيب مال جامع الله يبارك فيك الشيخ أقسم بالله العظيم الوضع صار مو يعني مو بيد المنطقة يا أخي هي الجيش انسحب والشرطة انسحبت والوضع تأزم إذا كنت تذب الدب الصوت كله بيد العشيرة العشيرة ما نقدر نسوي كل شيء أخرى ثانية إحنا ما زالنا نعمل بالقبلية العشائرية يعني أنا أقول لك عدنا بالناحية تدرب العشيرة تمشي فوق كل شيء زين فصارت الأمور كار الأمور يعني إذا متى أهرجنا السياسيين النظر يعني مهما كرشان رمضان على الأبواب وظلتم بالمروة والله ملة روحنا يعني أنا والله مو ساكن بالمخيم ولكن أنا ساكن ببغداد ولكن والله مع كل الوضع على بغداد والله أحس بآلام الناس لأن أبناء عمومتي هناك متشردين والله متشردين والله قربة وتشرد والله يعني مو أقول مو نازح والله مهان والله مهان والله مهان وأشكرك على هذا البرنامج والله أنت ما قصرت الله يبارك فيك هذا واجبنا وجزاكم الله بالخير وجزاك شكرا شكرا شيخ أحمد من يثرب شكرا لك اتصال آخر اتصال تفضل الو تفضل السلام عليكم عليكم السلام شكرا الله يبارك فيك تفضل بس على مود يتهد نعم طيب انا 7 أشهر متجوعين بمخيم عربك نعم ايه اخوك انا هسه انا راح اشرح اللي المساعي بهذا الموضوع وكون اسمع الحلقة وراح تسمع التفاصيل شكرا شكرا لك طبعا ما قال الأستاذ أنا أشرح ما قال الأستاذ أحمد ناظم العزاوي والذي كان حاضر المؤتمر كان من المؤمن يكون معنا للسيد أحمد الكريم رئيس مجلس محاضر لكن كونه مشغول اعتذر عن الاتصال لكن كان هناك تزمت من العشائر الباقية بخصوص موضوع عودة نازحي يثرب حتى المناطق الباقية لكن هناك الآن النفوس طابت بعد تدخلات من قبل الحشد من قبل عصائب أهل الحق وكان هذا المؤتمر الذي عقد اليوم أساسا هو برعاية عصائب أهل الحق طبعا هذا اللقاء الأول هو الذي يجمع أو الذي جمع بين الفرقاء العشائريين خصوصا ان الكل يعلم ان اعلموا كل المشاهدين من اهالي صلاح الدين يعلمون كان هناك موضوع عشائري الان عودة العوائل الى يثرب تحديدا موضوع عشائري بين عشائر متنازعة لكن كان هذا المؤتمر او اللقاء الاول للفرقاء العشائريين وطرح كل الطلبات من العشائر الباقية عشائر الحاتمية عشائر يثرب عشائر البحسان كان هذا كان طرح لكل طلبات العشائر اتصال نعم تفضل السلام عليكم عليكم السلام شلونك الله يبارك فيك تفضل علي حسن عبودي من مخيم عربد حياك الله تفضل أخي والله العظيم ما قالنا ساويت النازحين مخيم عربد نعم
وهاي صار لنا 7 أشهر أو 8 أشهر من جينا ما هو مجينا سؤول زارنا ولا دا سلام عليكم بل قد يزال الانتقبنا. نعم هاي وحدة اثنين يعني اصطار احمد الناظم يعني جيت قوم القيامة ذا يوم جيل زار المخيم وقال شوف اهل. نعم لو شغلة صارت عنصرية يعني اهل يروح عليهم واحنا كونه يعني مو من عشيطة ما يجعلها ترى هذا ما نعم فلا يعني ما يرحم هذا الوضع يعني والله العظيم لو تجي كتلنا عطش يعني انتهينا خلاص يعني هاي راح نقرا على واحد السلام. لا ان شاء الله تبقون سالمين وترجعون لدياركم. شكرا شكرا علي. اتصال اخر تفضل. بس يجي تفضل. هاي ويا يلزمنا يقول لنا ان شاء الله ترجعون شو وقت نرجع صار لنا سنه ونص. انت من وين تحكي ويانا؟ من اليمن بيك. ونعم والنعم بيك. تفضل. من والله ما جاد يعني ماكو امل همينا احترقت بيوتنا انهجمت بيوتنا وما ما نفهم اليوم محافظه احنا راجعين. نعم اي والله ما نعرف هسه علم العلم التابعين ما نعرف. نعم اي احنا ساكنين هسه يتبعنا يركون يتبعنا والله هويتك السمان بيك ما تدخل والله حرنا وين نروح؟ اطلع ديارنا. شكرا. والله موضوع سليمان بيق واحنا كاتبينه اول شيء فوق شوف سليمان بيق شوفونه سليمان بيق موضوع سليمان بيق موضوع كبير وقراد للتحرك عشائري فعلا وصلح ومصالحه والى الان الموضوع اعتقد يطول موضوع سليمان بيق لكن نسال الله سبحانه وتعالى انه ينحل الموضوع سريعا واحنا طرحنا هذا الموضوع اكثر من مره في 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 برنامج مع الناس وطرح في برنامج الشعب ينتظر واعتقد يعني لكن ان شاء الله نحاول انه يصلون الى حل في خصوص مصالحه عشائريه. اتصال تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سعد من يثرب. تفضل سعد حبيب قلبي استاذ العزيز احنا تهجرنا تقريبا الشهر الواحد. نعم. ونطالب بعودة الأهالي والعوائل الناجحة تركت بهدمنا. نعم قطع الاتصال، اتصال آخر تفضل. 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 ألو. تسمعني؟ انقطع. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا من ناحية يثرب مهجر إلى محافظة كركوك. نعم. أشكركم وأشكر برنامجكم هذا البرنامج الطيب اللي دائما يأكد على أهالي ناحية يثرب وخصوصا الآن مقدام الحميدان. الله يبارك فيك. إحنا المشكلة مو مشكلة بس يثرب، الحمد لله مشكلة عزيز بلدي مشكلة فكرية. نعم. أنا أحب أقول كلمة واحدة. نعم. أقول لا تظلمن إذا ما كنت مغتدرا، فالظلم يحمد عفاءه بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عينك عليك وعين الله لن تنمي. نعم. صح الكلام. هو أدري على وزارة التجارة بطاقتي 33406 اللي ما مستلم غذائية من 1/6/2014 وأتمنى إن شاء الله من الله أن يوفقكم ووفق الأخوة بسلام جيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك. موضوع وزارة التجارة ووضعها ويا النازحين طبعا هناك تحرك من وزارة التجارة لكن هناك تباطؤ خصوصا في تلبية مواضيع النازحين. اتصال آخر تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. تفضل تفضل أسمعك. تفضل أسمعك.
الو ياك ابو احمد، ابو احمد من عزيز بلد. ابو احمد كل الهلا تفضل. بخصوص منطقه عزيز بلد، شو ما فهمنا عليها كل شيء، يعني كل اي شيء ما فهمنا عليها. نعم. اي ومو كان هاي ما مخلين هاي الجيوش من الدجيل، هنا تكريت، ليش ما ياخذوها الجيوش يطلعوها هاي الجيوش من عندها ويرجعون الاهالي ويقدمون الجيوش لقدام باتجاه البيجي باتجاه الموصل باتجاه الانبار، احسن ما مخلين الجيوش قاعده بهالمناطق هاي ومهجمين العالم، يدفعون الجيوش الى الامام، يدفعون الجيوش الى الامام، خلنا الباقي المناطق تتحرر ويمسكون الارض لاهاليها. نعم. شكرا ابو احمد. ابو احمد احنا ما ناسين عزيز بلد بصراحه، وتحدثنا عن عزيز بلد وعرضنا صور العزيز بلد كثيره جدا وتحدثنا عن هذا الموضوع، لكن المشكله ان اذا اتصلنا على قائم مقام بلد ما يجاوبنا، رئيس المجلس البلدي ما يجاوبنا، حتى المسؤول اللي بعضو مجلس المحافظه وانا ما اريد اقول اسمه لربما انا راح انطيه مهله، لكن اتصلت بي هذه رابع حلقة، يعني أسبوعين صار لي عضو مجلس المحافظة اللي من عزيز بلد، اتصلت بي هذه رابع حلقة وما يجاوب، لكن وأنا ما أريد أحكي عليه ولا أريد يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن المشكلة أنه يعني الكثير الآن يجي يعتب عليك يقول لك ليش تتجاوز وتتكلم وليش تحكي، لكن احنا قاعد نتحدث عن موضوع جوهري، انت اليوم هذه الناس انتخبتتك اختارتك يا اخي اطلع على الاقل خلينا نشوف شنو مساعيك، اذا انت فعلا كنت تعمل الى محافظتك الى ابناء منطقتك اللي انتخبوك، اليوم اطلع يا اخي سولف لنا، مو صار لنا احنا اربع حلقات من مع الناس احنا نتصل بك وانت ما تجاوب، وأنا ما أريد أقول اسمه، لكن راح ندز له رسالة شفهية شخصية مع القريبين منه الحلقة القادمة، نتمنى نطلع وتحكي لنا عن عزيز بلد، وإلا فأنت اعذرنا يا أستاذ. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. وينك أخي سحسين؟ الله يبارك فيك، تفضل، من وياي؟ أبو علاء الكرمانيك. ونعم، تفضل. اخويا انت اتمنى من 15/6 والحد الان ما حد حارضينا لحد الان. نعم معروف، اعرف انا قصه سليمان بيك كلها. تفضل. والله زودنا كل حرب وتفليج. نعم. ولحد الان لا حارضينا لا جانا مسؤول، يعني جماعه المجلس البلدي حاليا بنفسهم. هذا وزاره السلام يوميا الله يقول رجاكم كلنا تشيلي بتشيلي بحشر. نعم. وقلت له تهين الله وكيلك تدمرنا من 15/6 وحتى الان كل شيء ما استهلنا. نعم. الشهادات ما ماخذينها، ما تدرك اياها حتى الان المليون ما ماخذينها. نزيد معاملات وكلها كلاوات ما حتى الان ما طلعت معنا. نعم، انت الان وين نازح؟ مقابل الغرات. مقابل سليمان بيك تقريبا بالجبل بالمخيم. بالمخيم، يعني اذا اشوف يوميا عن بعدها يوميا تحترق البيوت. لو وقفت هذه. بيتك محاط ما نقدر لا حول ولا قوة، كل شيء ما نقدر نسوي. نعم شكرا. اتصال طبعا المؤتمر العشاري الذي عقد اليوم على مود احنا نوضح وضعيته، ان هناك محورين تم طرحهم في المؤتمر، المحور الاول هو التعويضات للشهداء والجرحى، والذي طبعا يكون هذا الموضوع راجع إلى لجنة المصالحة وإلى هيئة الحشد الشعبي والنقاش مع السيد فالح الفياض، وأن يكون أعتقد 25 مليون تعويضات للشهداء والجرحى من العشائر الباقية لتتم فعلا مصالحة وطنية أو مصالحة بين الفرقاء العشائريين. أيضا المحور الآخر هو التحوطات الأمنية لضمان عدم عودة داعش إلى المنطقة، هذا راح نتحدث عنه بشكل تفصيلي بعد ما نأخذ هذا الاتصال. تفضل. ألو. تفضل. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام.
أنا من عز بلد الرياض. تفضل كل الهلا. أنا إحنا فلشوا بيوتنا وحرقوا البساتين وما يفعل رجعونا. منو يعني فلشن؟ مو مسلمين. ها؟ منو فلشن؟ والله هم الحرارات طبوا عليها فلشوا البيوت وحرقوا البساتين كلها. يعني منو حررها؟ قابل كرندايزر حررها؟ تقول لي منو؟ انطيني اسم. والله هم الحشد الشعبي والقوات الأمنية. نعم هم اللي فلشوا له مندسين خاف. لا هم والله بس فلشوا حرقوا البساتين كلها والمحلات وسرقوا السيارات وفلشوا البيوت وما يفعل رجعونا. نعم. وحررونا 28/12 لحد الآن ما يفعلون رجعونا. يعني راح يصير لكم 6 شهور. اي والله. يعني هسان قاعد بهربي لاني يعني عمام هناك قاعدين متبهدلين والله يعني لاشل وبالخيم واحترقت خيمه هناك والله فكم من عندها ومي ماكو يعني متبهدلين تبهدله حياة صعبه. نعم. شكرا. اي والله. شكرا. شكرا الاخ من عزيز بلد. اتصال اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذ؟ الله يبارك بك تفضل. انا ابو سيف من البحيسمه. نعم. ابو سيف من البحيسمه. ونعم تفضل ابو سيف. شلونك استاذ؟ اي بارك بك احفظك تفضل. الله يبارك بك استاذ اتمنى من عندك يعني اتمنى من عندك المؤخره. نعم. أنا تروحون تزورون البحيسمة، أنا أخذت البحيسمة زوروا وشوفوا الجمال كله. نعم. إن شاء الله. شكراً أبو سيف. آخر اتصال، تفضل. تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام كل الهلا، تفضل. شلونك شيخنا؟ الله يبارك فيك يحفظك، تفضل. وياك أبو محمود من عز بلد. تفضل أبو محمود كل الهلا. شيخ حسين مقداد الله يبارك فيك حفظك تفضل. استاذ احنا الناشد المرجعيه الناشد الشيوخ الناشد خيم مقام بلد. نعم. يسمحون باعاده نازحين عز بلد. نعم. استاذ بالنسبه لهذا الشخص اللي تسولف عليه عضو مجلس المحافظه مال عز بلد. نعم. استاذ جاب مال نازحين الله وكيلك نصها وزعها للعوائل التي هي أول موقف مع داعش. نعم. السادو يجيب الموارد يوزعوها نص يبوقوها ونص يوزعوها للعالم. نعم. نعم أبو محمود. شكرا أبو محمود. شكرا لك. طبعا شكرا أبو محمود. هناك سيكون غدا مؤتمر في بغداد للعشائر أو فرقاء العشائر. بعد سيكون بعد خلال أسبوع تقريبا سيكون هناك مؤتمر للمصالحة عام في قضاء سامراء أو في بلد سيتم تحديد آلية لعودة العوائل بإذن الله. احنا نأمل قبل شهر رمضان إن شاء الله لأن سيكون مؤتمر موسع في سامراء أو في بلد ستتحدث آلية لعودة العوائل النازحة بحيث سيتم نقل العوائل سواء اللي بأربيل بالسليمانية اللي بتوك سيتم نقلهم إلى بغداد ومن بغداد سيتم أيضا نقلهم بالسيارات إلى مناطقهم. سيكون هناك بعدها آلية لربما نتحدث عنها في الحلقات القادمة. سيكون أيضا من ضمن المطروحات أن مشاركة أبناء المنطقة في مسك الأرض في مسكة أرضهم هذه نقطة مهمة جدا. شكرا لكل من اتصل بنا. شكرا للأستاذ أحمد ناظم العزاوي على أيضا على هذا التوضيح. أي شخص عنده صور عنده مقاطع فيديو طبعا حصرية خصوصا لا يعني يرسلها على صفحة الفيسبوك مقداد الحميدان. مقداد الحميدان صفحتي على الفيسبوك. أنا أستقبل كل الصور وأعرض صور. كان ودنا أنه نعرض صور إذا باقينا ربع دقيقة. السيد المخرج يقول ما نقدر نعرض صور لكن إن شاء الله في الحلقات القادمة نعرض الصور. هناك متصلة اتصلت قالت كلمة أنا راح أوجهها بالنيابة عنها لكل البرلمانيين. تقول خلي رجعونا لديارنا بس نريد نشبع مي لأن احنا هسه بالمخيمات مي مشابعين. نريد نرجع حتى لو نقعد فوق بيوتنا على الخيم لكن المهم نشبع مي. هذا النداء من هذه المرأة العراقية الماجدة العفيفة الطاهرة. هذا النداء لو كان في زمن قبل في زمن المعتصم كان حرك لها جيش. لكن وين الغيرة اليوم؟
مع الناس حيث تعصف بنا رياح التغيير، لكن يكون ملاذ فضفضتنا مع الناس. مع الناس منكم بإليكم، نلقاكم بإذن الله مساء الأربعاء. كل من عنده صور يرسلها إن على موقع أو مقاطع فيديو حصرية. إلى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.